عجبتكم هاي الوضعيه اللي احنا بيها؟ وش تريد نسوي مثلا؟ اقول لك احمد، احنا شفنا بهاللغوه التعبانه درج عنام دنام درج دنام اقول لك ابو العلش. حبيبي جت ببالي المظاهرات، شنو رايك؟ والله انت كبير السجن، وش تسوي بكيفك؟ ما طول انا كبير فقررت مظاهرات. مظاهرات يلا قوم يلا. من السجن مليت طلعونا نتونس، طلعونا نتونس ضمو قهر يا ناس، يومية مرقد خس، يومية مرقد خس، طلعونا نتونس مرجوحة بالزورة، مو ميا نسمع بس مرجوحة بالزورة، مرجوحة بالزورة، مرجوحة بالزورة، مرجوحة بالزورة. وصلت؟ عم لا سكتوا المظاهرات كمل يا ولد لا سكتوا، خل نفهم المأمور، خل نفهم المأمور، جيب المدير هنا لا تقول لي هم مخمور، لا تقول لي هم مخمور، قاضيها بس سكران مرجوحة بالزورة، وصاحب الشيطان مرجوحة بالزورة، مرجوحة بالزورة، مرجوحة بالزورة. فهمونا شنو مطالبكم؟ مطالب حسين يلا أنا نومي ثقيل ويومي يضعد آخر واحد، أباوع السرة مال الحمام، ألقى عبالك السرة مال الزوراء بالعين، والصابون عبالك قشر. أي أدري صابونة لو على السهم هي، يعني ما يصير هيك، راح نحمض، راح نصير معمل ما نطرش ترى. بسيطة كلها من نبه شغلتك والحل. وانت أبو القص عبالي مشتي زنقر لا تحكي باسمها، لك اموت من تحت بس اموت بصدر يا ابويا. انظر الى الجانب الايسر من المطعم اتراقص، هذا انا اتراقص مشتهي اكل لفه قصه وارتاح، بس القفل ما اشوف يمه المفتاح. واللي شبيه اوف اللي من شفت قص وياها ينزل للقلع سلاته قام يغازل الصينيين. ابوك لفتين الله ابوك سيته ممتازه ممتازه. وانت كلام المقلوب يلا طلع سامح طلع يلا المقلوب يلا تحيلك البطل اتمنى بيك تحيلك اشتاق لك هدى تعال بالله سولف لي اريد الجول منك يونس طالع هاي هدى دا سولف لك عليها راح تبكي سولف هدى هاي اول حب بحياته واخر حب هاي هدى اكثر واحده حبيتها بحياتي واخر مره شفتها هي اول مره من قتلتها تدري وين شفتها؟ الله يرحمها ما اقدر اقول لك ما اقدر بس قلت لك اسكت عني قلت لك لازم انت تحكي هدى اموت عليك من هذا المكان هاي المرقة انا عالم ندها، هاي المرقة شايف بليش تصير؟ احط المخادد وانام نايم بساتر الحرب العالمية الثالثة الصينية. اي والله صدق هذا انا قبل لا انام بدي قد الغارة صح متى اعرف الاصوات من تطلع لك طم طم ليش؟
شنو ذنبي؟ سوى تاني البلد اذا يستغل هاي الماركه يستعمل العالم كله من هذا المكان. كيمياء وبروسيا ما موجود صح؟ والله بروسيا ما موجود. والله صحيح هذا الشخص هذا مطلبي. روح روح على تضاريس وجهك روح. ماشي ماشي شواربك على كارلي. يا ابو العفور ما صار ما صار. اي والله يلا الضلعيني ابو الاندومي شنو نظامك؟ وانت عندك الفلوس اللي عم يشتغلك يا جماعه. انا مطلبي على بالي نام. انا مطلبي كل السهل على طلع راسي. انا اريد احارب هاي الاندومي وانا فكرت موعد توديها. والله حق والله صدي تروح لنا صحيح تجي منا يلا هو يلا. والمشكله مو هنا. المشكله مو طيقه رمادين ادري مجروحه والله تدري شغله ثلاثه شيء تشيل على صوت هذا تشيل صوتها من تاكلها سولها. ادري كابو شينو اندومي بس ابي شغله منك وحده. هذا المنتج تمنع لي ما احتاجه ارجع منع بس صار بروبر. وانت هني شنو عندك دعايه مال تايت؟ لا عندك نقص حبيات والله ما ادري. اشوف هم شفتهم رفعوا ويجي المخاديد وانا رفعتها. صدق تحكي كذي بدي جيب لنا الدومنا جيب لنا اياها خلينا نلعب لنا فرين جيب لنا الدومنا.